لنا نص ساعه كذا ترى. خلصت يا عيال؟ كيفك يا عبودة مع التقفيلة؟ اسمع اسمع، لا بلا كيس أنبل على كمبلستك تفلاش كوكا. كيفك؟ السلام عليكم، كيف الحال يا أهل السناب؟ يا رجال تو وجهي ينظف وشكلي زين. اي والله، هلا ابو سعيد. نعيم يا ابو، الله ينعم علينا وعليك مال. وانت بعد اللوك الجديد ما شاء الله. الله ينعم عليك، الله يوفقنا وينعمنا كل اي والله، ينعمنا وياكم وينعم علينا. اللهم لك الحمد. من اساسيات السناب انك تصور سناب بدون فلتر وسناب بفلتر للمصداقيه عشان ما حد ينغش، لاني كنت اعاني قبل، كنت اواجه ناس يقول يا ولد شكلك في الجوال غير، فاسمع اقول اكيد هنا احلى يعني على الطبيعه، قال لا في الجوال لانك حاط فلاتر. صرت يعني اشكل سناب فلتر وسناب بدون فلتر عشان المصداقيه ولا واللي اضاءه الشمس بعد ما قصر اخوي ابو سعيد. انا موقف عشان ايش؟ اكثر انسان شكله جميل في العالم. الله يسلمك. طبعا ابو سعيد وقف قدام الشمس عشان يعني نتصور وكذا نحلل ال 40 ريال اللي يعني. ادري في واحد لعب علي قال اذا مشطت على قدام يطول، ولي يومين وانا مشطه. هذه خوذة الفلون هذيك الفضيحه. بس والله كان معكم اخوكم عبد الله الشهراني او اكس بوكس. اول شيء سيناريو رحله دبي لا يتكرر يا طلع. تفتح لي توكلنا انت. حازين روحه ورجعه وحازين فندق في الاخير ما راح لنا الحالي. افتح توكلنا انت. تفتح لي انت توكلنا. وقف. محصن كامل الجرعات. محصن كامل الجرعات. محصن كامل الجرعات. اوكي. جميع الجرعات. افتح انت توكلنا. انا مسافر دبي يعني طبيعي جرعاتي كامله. والله؟ ايه. انا مسافر دبي، انت ما سافرت. وجهه ابيض وانا الله ينعم عليك. خسرنا فوق ال 10,000 ريال ذيك السنه. الله ينعم عليك. الله ينعم عليك. نعيم. باربور ستاربول ستاربول. لا لا ذي اسباني ذي مو تركي. لا هم كذا اشكم كم اشكم حبكم افكم اموت فيكم فيه مويتون اي ناس كذا. خليك عن نون اخر اكلون شربون قطتون حمامون كذا فندقون بس خلاص. رجع يتكلم تركي. رجع يتكلم تركي. ايش؟ ايش؟ بس تتكلم تركي معه. اشكم حبون يبغى عشاون شربون مويتون بكرون روحن طيارتون تركون اسطنبولون وناستون كبيرتون فلوسون موجودون فلوسون انت موجودون موجودون كل شيء تمون. قبل كل شيء احنا مسافرين اسطنبول تركيا مالي بنت فارس. ايش الشروط؟ شروط اي شيء نقوله تم حلو. عبد الله فالح عطر اربع مد يمينك مد مش مدها نروح هنا تم تعطي طلع سلف تم بكره بنزيم على حسابك يا جده تم لليل عيش على حسابك اقول لك اسكت تم لا تتكلم تم يا طالب نروح هنا تم ما انت فاصل حاول قصر كل شيء تم ما انت فاصل كل شيء ايش؟ تم كل شيء ايش؟ مثال ها مثال عبد الله فالح حول لي 4000 تم عبد الله فالح انت بتسلف طلال لين ارجع من تركيا تم عبد الله فالح انت تعرف اصلا سلف طلال بعد براجع تم مش اتفقنا تم يعني كل شيء ايش؟ تم شدم اشكرهم سنسيو فروم سنسيو فروم اشكم حبكم كمامهم بقالهم يلا بغسلتهم ملابسهم لازم نزلهم اشكال سنفس يورم سنفس يورم انت تطردون ايش فيه؟ سنفس يورم حبكم اوكي خلاص حبكم هلا نروح المغسله مغسلتون تمم نروح البوفيه ايش ناخذ مبارك تام نتابع المباراه بعدها تام تعشى في مطعم البرجر على حساب ناصر تام يلا كل شيء تم لان كل شيء تم ما عاد نقدر نقول لا شيء اسمه لا تقوله خلاص اخوته طق راسي في الغمارة تام لا سلام عليكم يا عبد الله
تام 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 نصور تام تام عليكم يا الربع. الرجال ذا صليان افضل مغسله في طريق الستين. وصف يا ابو حسن. الوصف شارع مكه هذا هو. وفيت المبارك تدخلون سيده على الرجال ذا بيقابلكم من طرف عبد الله فارس. طيب شروني ببلاش في خصم بلاش. خلاص تام يعني من طرف عبد الله وطرف دلال مجان. صورناك تام تام الوضع تام لين الاسبوعين. اللي يبغى اعلان تام يلي في التاج في تويتر طقطقوا خذوا راحتكم. تام جعل الدنيا داكم واللي تبون تسوونه سووه اي شيء تبونه. تام نروح نتابع المباراه. تام نرقد بدري. تام نتعشى على حسابك. تام نتقهوى على حسابك. تام نتابع المباراة في المهيلة على حسابك. تام 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 تام. عيال يقولون يبون سبيس. تام عيال يقولون يبون. أنا الحين قاعد أقطع الشارع بإذن الله أني أوصل بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. الحمد لله وصلت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين.